السحلية ترى أن الصخور تريد أن تستريح في مكانها على الكوكب. الدخان يريد الاستراحة حيث هو في السماء. النجوم تريد البقاء حيث قذفت قديما. السحلية تظن أن الأجسام الهامدة تكون قد بلغت حالتها الطبيعية وأنها السحلية لكي تستطيع المشي في خط مستقيم وبسرعة ثابتة لا يلزمها أي قوى خارجية. مع ذلك الريح بين الفينة والأخرى كانت تتدخل لتزيد من تسارعها الشمس أيضا. مقطع من العالم كما تراه الصحفية.